انطلقت المناظرات في جامعة الكويت من خلال عمادة شؤون الطلبة، وكانت أول انطلاقة وتأسست من خلال دعوة وجهت لنا في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت من قبل مركز مناظرات قطر للمشاركة في البطولة الدولية الأولى للمناظرات باللغة العربية. فكانت البطولة الدولية الأولى هي البوابة اللي من خلالها انطلقت جامعة الكويت لفكرة المناظرات وتعميمها في النشاط الطلابي داخل الجامعة. دليل على وجود مشكلة الاختلاط هو تداعي ممثلي الأمة آنذاك اتساقا مع الرغبة الشعبية. بعد مشاركتنا في 2011 من خلال 3 فرق طلابية تلمسنا الحماسة فعلا لدى الطلاب والأثر الكبير اللي عكسته هذه المشاركة عليهم، فبادر عميد شؤون الطلبة بتبني الفعالية داخل جامعة الكويت، وانطلق أول دوري للمناظرات في جامعة الكويت عام 2011 بإدارة كاملة من عمادة شؤون الطلبة ودعم مركز مناظرات قطر. وقد لاقت هذه الانطلاقة داخل الجامعة وهذه المبادرة إقبال طلابي وتشجيع من أعضاء هيئة التدريس والمراكز العمل الطلابي داخل الجامعة. فكرة المناظرات تعتبر من أنجح الفعاليات بالنسبة للطلبة داخل جامعة الكويت، وخاصة بعد ما شاركنا في قطر من 4 سنوات وأخذنا الفكرة هذه وطبقناها في جامعة الكويت، ومن ثم أيضا وقعنا اتفاقية تعاون ما بيننا وبين مركز مناظرات قطر، وبالتالي لقينا تفاعل كبير ما بين طلبة جامعة الكويت من مختلف الكليات. ثم بعد بطولتين انتقلنا طبعا من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية لكليات جامعة الكويت، ثم انتقلنا إلى بطولة على مستوى الدولة لمؤسسات التعليم العالي بمشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي داخل دولة الكويت من جامعات حكومية وجامعات خاصة. للأمانة هذا التطور وهذه الاستمرار كان لمركز مناظرات قطر دور كبير في الدعم والتشجيع، هذا الدعم والتشجيع الذي توج بتوقيع مذكرة شراكة وتعاون ما بين جامعة الكويت ومركز مناظرات قطر. قام على أساس مركز مناظرات قطر بإمداد جامعة الكويت وفريق العمل في جامعة الكويت بالخبرات والتدريب اللازم والمناهج اللازمة لنجاح مشروع ومبادرة المناظرات في جامعة الكويت، كما أن دعم قيادة جامعة الكويت على رأسها مدير جامعة الكويت ورئيس الأعلى للجامعة معالي وزير التربية ورعايتهم لفعاليات والمناظرات المتكررة، هذا كله أعطى دافع وتشجيع. اليوم المناظرات في جامعة الكويت تحظى بقبول طلابي المجتمع الطلابي داخل الجامعة وبقبول المجتمع الهيئة مجتمع هيئة التدريس والمجتمع الأكاديمي داخل الجامعة، وتحظى بدعم وتشجيع وتغطية إعلامية كبيرة جدا، وهذا من شأنه أن يساهم في دفع الطلاب وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المناظرات. واليوم بطولة المناظرات ومبادرة المناظرات في جامعة الكويت تشكل نقطة وعنصر فارق في خطة النشاط الطلابي لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة.